شوف يا اختي، الا كنتي كتبغي سيري صارحيه، راه المغربي واخا تكون عدو 20 وحده، حق الله العظيم تيدير لك بلاصه. اي تهضري مع 16 ومصاحبه مع 8 وتبغي 4 باش يخطبوك 2 وتزوجي بواحد، انت هي تصفيه كاس العالم. قال ليها القاضي علاش ضربتي راجلك بجنوي؟ قالت ليها سيد القاضي راه الحاله الماديه ديالتك ما تسمحش ليا نشري فردي. الراجل المغربي كتلقاه ما مسوقش مرتو العام كامل، وملي قرب رمضان كتلقاه جالس حدا الفقي ويسول فيه، يقول يا سي الفقي دركا البوسه حلال ولا حرام في رمضان؟ اشترى الحاجة الوحيدة اللي درناها احنا الدراري وانتوما كاع ما درتوها الدريات، هو احنا دخلنا لحمامكم وانتوما كاع ما دخلتوا لحمامنا. الدريات ما بقاوش باغيين يتزوجوا غير على قبول ديك الجملة اللي كيسمعوا، فرحي يا لالا وسعدي يا لالا وزوجت بنيتي وحيت اللوم عليا. ياك لا لا ياك تتحيدي عليك اللومه وتلصقها فيها. راه الحاله الوحيده اللي كيتقاد فيها الشعب المغربي هو ملي كيسمع ديك الجمله ديروا 10 10 في الطابله. عقلتي ملي كنتي باقا صغيرة كانوا كيقول لك سيري الله يزوجك، وكتقولي ليهم الله يحفظني، اشتي هذيك الدعوة راه هي اللي تقبلت ومبروك لك. دابا تخيلي معايا، غتخيلي معايا ان حبيبك وانتيا بوليسية لقيتي عندي الحشيش، واش غتطبقي عليا القانون ولا غتسمحي ليا؟ الا ما جاوبتيش يبقى عليك التقليد. هذا واحد التلميذ غمز الاستاذه ديالو وهي تقول لي شوف غدا غتجيب لي والديك، هو يقول لها استاذه انا راني مازال ما موجوش تي مركز المعنى الزواج. ملي كنا صغار كنا كنشوفو الكبار كيتزوجو، وملي كبرنا ولينا نشوفو الصغار كيتزوجو. دخلت عليكم بالله واش حنا فاسر اشهاري؟ اقولي لحبيبك قولي ما كرهتش نشد الكابلي ديال الضو ونربطك بيه ونتلاقى الضو ونخليك كتهز وكتخبط، ونقول لك هكا كنحس ملي كنشوفك مع شي وحده اخرى. هادي واحد المراه مات ليها راجلها، دازت سيمانه وهي تمشي عندو للقبر، قالت لي واو واش عيب راه ولدك الصغير تقطعات ليه السنداله، واو واش عيب ولدك الكبير ما بقاوش عندو الحوايج اللي غيلبس، واو واش عيب بنتك راه ما بقاوش عندها الفلوس. واحد النهار هو يوقف عليها في المنام ويقول لها واه حليمه راني مشيت للاخره ما مشيتش للشمال. الله العظيم ملي كتعطي قلبك لشي واحد وما يعرفش بقيمته بحال الا عطيتي وردة للحمار وكلاها. دخلت عليك بالله بغيت غنسولك درك، الا كان عندك العرس ونهار عرسك جيت عندك وقفت عليك ومشيت عند راجلك قلت لي هادي راه صاحبتي كنبغيها وتبغيني، راجلك تاقبيه وتفرتك لك العرس، دخلت عليك بالله اش غديري؟ شتينا راه واحد الحاجه ما بغاش تفهم ليا، المراه المغربيه ملي كيتوضر ليها ولدها كتبدا تبكي تبكي، وملي تلقاه كتشفع في يماه تصرفيق. واحد
واحد خيتي ركبت في الطاكسي هو يقول لها مول الطاكسي فين غدا لالا، قالت لي قلتها تا الراجل عاد نقولها لك تا. هادوك راه ما سميتهمش لي كوبل، هادوك راه سميتهم الزاني والزانيه. غا بلاتي على تواصل بكم ما حد يسيلي بطير، غادي نبقى نفكركم عا في عذاب القبر. أكونت باقي صغير أول مرة كليت فيها المعجون وما يحصلوني الدار، سير كنهدر مع الرشاشة ديال الدوش وكنقولها انتي صافي صافي انتي ما تبقيش تبكي صافي. الشمالية واخا تخاصم معاها واخا تدابز معاها وتوصل معاها تل المحكمة، غا من خلال اللهجة ديالتها تخليك تنازل على حقك. هادي واحد شيبانية مشات الحمام وبدات كتنسال في حوايجها وتحط، ويجي عند القلاس ويقولها واش شري فيا؟ انت راه دخلتي الحمام ديال الرجالة. قالت ليه كاين حمو الزاهري هنا؟ قال لا لا. قالت لي كاين الزرقطوني؟ قال لي لا. قالت لي كاين طريق بنو زياد؟ قال لي لا. قالت لي فين هما الرجال اللي كتكلم عليهم فينهم؟ هاي قال لك هذا واحد لفقي فين ما يدخل الجامع يقول لهم ان الجنة لها سبعة ابواب، هو ينود لي واحد الشيباني ويقول لي واش الفقي اتهدر لينا على جهنم؟ قال لي انا كنهدر لكم على شي حاجة اللي ما غتشوفوهاش، اما جهنم غتدخلوا لها كاملين مسخط الوالدين. اي قال لي هاتي هي الوردة في حديقة قلبي وتيقاتو، على عمرك شتي شي حديقة فيها وردة وحدة يا المقرة؟ هذا واحد العروبي بحالي طلع للطيارة، جابت لي ديك المضيفة واحد طريف ديال اللحم وجوج برقوقات وياكلهم ويقول لها صافي راه طاب حطينا نتغداو. ترى اخيب بلان يقدر يطرى ليك هو باك من اللي يكون معصب ويقول لك سير جيب داك الزمر من البيت، يا ويلك وما تعرف شنو هو الزمر. الى كل فتاة خايفة ما يديها حتى شي واحد، ما تخافيش اختي غادي يجي واحد النهار وغادي يديك سيدي ربي. قلت عليكم بالله بغيت غنسولكم، راه عندي واحد السؤال خربق لي حياتي والله العظيم ما خلاني نعس بالليل. درك الشهود اللي في العقد ديال الزواج في حالة الوفاة، واش يقدر الواحد ينكر بلي هو مزوج ياك؟ عشر مليون ويرا في المغرب، والسبب هو السلام خويا. كي داير اخويا؟ لاباس عليك اخويا وبصحة اخويا، وكاين فيكم درك اللي غتقول لي عندك الصحة اخويا. الا شفتي البنت كتعامل مع اختها الصغيرة بلطف وبحنان فاعلم بان الطفلة الصغيرة تعلم عن الكبيرة اشياء قد تؤدي بها الى الهلاك. هذاك اللي كتقول لي صحيبتو انا مريضة وكيقول لي غنجي نبوسك وتصحي، واخا لا طاسيلتك حنا نسدو السبيطارات ونداو عبقنا الفك انت يا شلاقم العودة.